لليوم التاسع على التوالي لا يتغير المشهد في قطاع غزة. غارات جوية وقصف بري وبحري لا يكاد يتوقف، ومع كل قذيفة وانفجار يسقط المزيد من الشهداء والجرحى. مع انتصاف الليل كانت طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات مكثفة على القطاع، الأهداف المرصودة ذاتها مبان مدنية ومنشآت حكومية وبنية تحتية وأراض زراعية. مجمع أنصار الحكومي في حي الكتيبة غرب غزة تعرض للقصف، فيما استهدفت بالقذائف أراض زراعية شرق خان يونس وشمال القطاع، في وقت تواصل فيه القصف المدفعي والبحري مستهدفا منازل المواطنين وأهدافا مدنية وصناعية في أنحاء القطاع كافة. حصيلة الشهداء ارتفعت إلى أكثر من 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيدة، وأكثر من 1400 جريح، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا في ظل استمرار البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. فصائل المقاومة بدورها واصلت قصف أهداف إسرائيلية، كتائب القسام وسرايا القدس أطلقتا رشقات صاروخية باتجاه مدن تل أبيب وبئر السبع وعسقلان وأسدود وكريات ملاخي وازديروت ولخيش ونيتيفوت، فيما استهدفت قاعدتا حتسريم والسلم العسكريتان بالقذائف والصواريخ. الشرطة الإسرائيلية أعلنت إصابة 8 أشخاص بجروح طفيفة في سقوط صواريخ بمدينة أسدود، وإصابة جندي بجراح متوسطة بسقوط قذائف هاون في مستوطنات غلاف غزة، علاوة على تضرر مصنع في سديروت جراء سقوط صاروخ. قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت استمرار تعطيل الدراسة حتى غد الأربعاء، فيما أجبرت السلطات في مطار بن غوريون الدولي على إلغاء 25 رحلة قادمة من مدن حول العالم، بعد أن أصبح المطار هدفا دائما لصواريخ المقاومة الفلسطينية التي تشير التقديرات الإسرائيلية إلى امتلاكها ما يكفي من الصواريخ لخوض مواجهات لفترة طويلة.